السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم. اليوم جيتكم فيديو جديد ديال الشيلان والدائرات، هكا بالنسبة للناس اللي كيبغيو الشيلان كيبغيو الدائرات، شي حاجة زوينة بزاف. قبل ما ندوز معكم نقدم لكم مولات هاد الحوايج أو هاد البياسات، بغيت نشكر الناس اللي دخلوا عندي جداد في القناة، كنقول لكم شكرا لكم بزاف ومرحبا بالناس اللي دخلوا عندي جداد والقدام تاهوما، وشكرا شكرا لكم بزاف على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. الله يخليكم عليا، ونخليكم مع شيماء تقدم لكم هاد الشيلان او هاد الدريرات. السلام عليكم، شكرا اختي كريمه. مرحبا بك المره الثانيه. مرحبا بك. كيف ما قدمت لكم قبل، كدير المنتوجات ديال اوريفلام. اوريفلام كنت معكم ووريتكم داكشي اللي كنت مهم. راه ماشي هي، راه مولا الدار، ماشي شي وحده برانيه، راه غتولي معكم ان شاء الله ديما. بارك الله فيك ان شاء الله باذن الله. اليوم جبت واحد السلعه، مهم غندى لكم بهذا الزيف. هذا الشال، شال ديال غوتشي، قلتي الماركه اللي معروفه. هذا الكوبي ديالها، كوبي ديالها. هذا شال بالخيط، ملي كتشوفوا يعني كتشوفوا معايا، هذا الوشمه ديال الكوتشي كتلقايها في الخيط، طبعه ماشي بحال ديال 50 درهم كتلقايها مطبوعه غير فوق الثوب. هذه لا، هذه كتكون وسط الخيط، كتكون في مخدومه في الثوب. كنت انا كتبان لكم زوينه بزاف. هاد اللوينات هما غزالين، هاد اللوينات اللي فيه صراحه زوينين، الخضار فيها زوينين، شي حاجه اللي غزاله غزاله وكتمشى كنتمشى. وهاد لا مارك يعني لا مارك معروفه بزاف الصراحه. هادو حسن من هادوك اللي كنديرو كيبقاو يزلقوا لينا، هادو راه كتشدوهم بلا فنسه بلا حتى شي حاجه، غادي يبقاو ترصاو لكم فوق. صح زوينين. كاين هاد البلو هذا، وعندنا هاد بلو جين. هذاك بلو جين زوين، لكن هذا لا مارك، لا مارك ديال هيرميس. هادي لا مارك هي راه معروفه، هانتوما شوفوا معايا، حتى هو راه خيط، راه خيط يعني رشمه كتلقايها وسط الخيط. زال اللوينات اللي فيه زوينين بزاف. بلو جين هو كياخذو الناس بزاف، وكيتمشى حتى مع البرد و حتى الصيف. الصيف هو راه كيتمشى هاد هانتوما بالخيط. بالنسبه للثمن ديالهم، هادو الثمن ديال محبه ديالي 100 درهم. مثلاً مهم شي حاجة ديال درهم، شي حاجة زوينة يعني حتى ملي غتلبسيها غتحسي شي حاجة، يعني غتحسي براسك لا باينين. دابا أنا كنقيسهم بحال هكا، عرفتي غزالين، الثوب ديالهم زوين، وكيعطيو واحد الأناقة للبسة اللي كتكوني انتي لابسة معاهم. وعندنا عاوتاني هاد اللوين بحال تا هو، هاد النوار هذا كيطلبوا ليا الناس بزاف. لا مارك هذا هيرميس، لا هذا فاندي، سمحوا لي عفوا، هذا فاندي. كحل راه يتمشى لكم معكم، شنو ممكن بغيتوش ديروه في السمشه؟ راه ممكن ديروه غير على شكل كاشكول، حتى هو كيجي زوين بحال كاب، يعني كديري غير فوق كتافك لانه يعني كبار، واحد الاناقه تلقي شويه هكا باش يبان لهم راهم كبار، يعني كبير بزاف. هانتوما حتى هو راه خيط زاني، حتى هو بحالو بحال الثمن ديالو بحالو بحال هكا. حتى هو 100 درهم. وكان عندي في هذاك واحد، كان عندي واحد الكوتشي في الكورونا وكان تباع ليا، عرفتي غزال كيجي فن، عرفتي انيق، كيعجبني هاد الباش اللي كيجي دابا، وهذاك الدرونه ولا البوغبه كيجي زوين. البوغبه حتى هو كيتسين مع كل شيء، اناقه كيتسين مع كل شيء. هاد الباج، هاد الباج هذا إرميس، لا مارك ديالو. كلهم كبار كما قلتي، ممكن ديري غير هكا على كتافك وكيجيو كيسخنو زوينين. تاهو راه خيط. وفيه واحد البريون زوين، كيبان انيق،
انتي شحال من وحده كتلقايها؟ زوينه والله كتلقايها كتاخد يعني كتخيط جلابه بواحد الثمن وكتلقى وكدير واحد مثلا شي فولار ولا شي شال رخيص بزاف ما كتعطيش كتحبر ديك اللبسه اللي هي لابسه ما كتبان ما كتعطيهاش الاهم يعني القيمه ديالها فاش القيمه ديالها بصح حيت الفولار حتى هو راه كيلعب دور كبير لبستي الفولار من جي وجلابه من جي ما عتبانش حتى شي كتخلي كتعاوني كطيحي من قيمتها حتى الناس ما كي داك التناسق الالوان ولا تكون شي حاجه بسيطه تخيطه مثلا جليبه تكون هكا ملي كتبقى تديري ليها يعني لوينه الدريره ديالها كتبان حتى واحد ديالها ولا شي حاجه كتجي زوينه ودابا شي دابا هادو الفولارات الفولارات ديال بيكاسو ماركه تركيه هذا تركي وهاد سماوها بعدا كاين بيكاسو على واحد رسام ايطالياني معروف علاش حيت الفولارات هما على شكل يعني كتحليهم على الطابلو انا علاش قلت لكم ممكن تاخدي غير فولار واحد وتلبسيه مع الجلابات اللي عندك يعني تصغر ليه بزاف ديال انتما شكون يعني كتحلي كتحسي براسك انا بحال الطبيعه والله الا بحال شي طابلو بصراحه شي واحد مرسومه وهاد الفولار هادو كاين عندهم كتستغلم على جوج مرات جوج مرات هاد الجهه هادي كتكون فيها لوينات مغلوقين يعني فرنسي وهاد الجهه هادي لوينات مفتوحين كتبقى يعني كتقدري انك تسري ليهم بطريقه طوي باش يفهموك مزيان كديري يعني كت هكا كنزيد ديري بحال هكا الا بغيتي مثلا الجهه بغيتي الجهه كديري فيها لوينات مغلوقين كديري بحال هكا يعني هاد الجهه هادي وبغيتي ثاني واحد يعني لوينات باردين راه كدوري على جهه اخرى يعني كتستغلي جوج مرات كتبان بحال راه كيبدلتي كتبدلي اكزاكتومون يعني كتعطي واحد ديكور اخر واحد اللمسه زوينه بصراحه وهاد اللوينات هادو صراحه زوينين ورطبين يعني رطبين ماشي يعني بحال الحرير والخياطه خياطه ديال اليد ملي كتشوفي هنايا نتوما شوفوا معايا الخياطه ديال اليد يعني هاد لاماغ يعني الفولارات هادو ديال تركيا يعني شي حاجه اللي زوينه قربي ليهم باش يشوفوا انا الخياطه اللي قلتي لي باش يشوفوا اللوينات اللي فيهم تبارك الله زوينين مازال ما داكش شي لوينات اخرين والله الا عرفتي شنو الصراحه بحال شي كيما قلتي بحال شي طابلو طابلو انت ملي كتحلي كتحسي براسك وخصها ليا خصو داك الكتاب هذا هو اللي خاصنا هو اللوين هذا عاوتاني هذا كيلعب على الكري يعني كيمشي الكري وفي البوردو والموف انا نوريك بصراحه كيحمقوا زوينين بصراحه مزيان يعني هاد لامارك يعني هاد الفولارات اللي هادو جداد يعني شي حاجه اللي خارجه السوق يعني ما كنتيش غتجيبي شي حاجه للناس مزيانه بصح بلاش راه بلاش منها حيت داكشي الاخر راه موجود كاين موجود على حاجه اللي كتكون في السوق ضايعه ما كتبغيش انك ديريها اما شي حاجه كتكون جديده يعني كتفرحي هذاك ملي كتشوفي هي كتكون ما كايناش بزاف هي كتكون ما تكونش ضايعه بزاف وكتوكلي على الله وي هادو جداد هادو جداد هانتوما هاد الجهه عاوتاني راه كتشوفون هي اللوينات باردين وهاد الجهه هادي راه اللوينات مغلوقين بالنسبه للثمن قبل ما نمشي نسى نسيناهم الثمن ديالهم 80 درهم 80 درهم يعني كتاخدي شال دريره وحده ولا فولار واحد اسم شالك مع جليبات كلهم يعني الطريقه هذه كما وريتكم الطريقه الاولى ملي كتعطيكم عشان جوج ديكورات هانتوما هذا غادي يبان لكم الفرق بزاف هنايا جوج اللوينات مغلوقين هانتوما كاين الموف كاين البوردو كاين الكري كاين الصفر يعني كتستغلي هنايا عاوتاني كاين يعني اللوينات مغلوقين انا لاعب الكورونا كثر والكري كاين هذا وكاين عندنا عرفتي راه كان عندي واحد اللوينات غزالين ولكن تباعو ليا يعني كانوا واحد لوين موف واحد انا نوريك واحد الموف لكن موف اخر وهذا عاوتاني هذا هو غزال هذاك كنا بتأفي داك الاورانج لاعب لوينات مفتوحين واحد لوينات وباردين فني هاهما هاهما حجم الخياطة ديال اليد يعني قد ما خديتي شي حاجه زوينه واني قرا كتبان وكتبقى لك يعني كتبقى دي مودراوش يعني غير يبقى يعني ديري مع بزاف
يعني تستغلوا تلبسوا معاه بزاف ديال بزاف مرات مين ماشي غتلبسي غير مره وحده ولا زين هادو كيبغيو مثلا تاخذي تكون شي جلابه سامبل ما تمشي لهم سامبل وتلعبي على وتلعبي عليها بالفولار بالفولار غتلعبي عليه هذاك واحد الديكور غتبان بصح بصح عندك الحق ما خديتي لها شي حاجه مزيانه قد ما كتعطيها قيمه وكتبان كاين هذا باقي عندها اللوينات بزاف اللوينات بحال قلت سماويه يعني اللوينات زوينين هادو غزال هذا زوين زو هذا فيه الزرق فيه الخضر فيه الكري فيه النوار فيه زعما على شنو اللوينات تكون عند هاد الجهه انتما شوفوا هاد الجهه راها مغلوقه وهاد الجهه بارده بارده بطريقه غد انا غتستغلو جوج مرات كيف ما قالت لكم نفس الثمن هذا نفس الثمن 80 درهم 80 درهم ماشي شي حاجه اللي غاليه ولكن راه الثمن في متناول الجميع اه متناول شي حاجه اللي غتلبسيها وشي حاجه غابره ماشي حاجه يعني ماشي شي حاجه كتلقايها في السوق صح لا لا غزاله ها هو كاين هذا الموز هذا تاعو زوين تاعو فيه الموز فيه البومارين فيه الغوز الصومون فيه فيه لوينات زوينين وتا هو نفس الطريقه اللي قالت لكم ممكن ديروا في الصغن لي انا الجهه كتكون مغلوقه والجهه ثاني بارده ها انتما انا عرفتني كديروا نفس الطريقه مزيان بحال هكا هنا تعطيكم اللوينات باردين غزال هكا تا هو زوين هكا اللوينات عطاو زوين اللوينات باردين فوقين من الصراحه راه بحال قلتي شا دره ولا فولار فيه جوج ديال في دوفات كتستغلي جوج مرات ها هو هاد الموز هاد الموز هذا راه ماشي كيحمق هذاك زوين هذاك هذا راه قتلك راه شي مي كولور هذاك والله العظيم لكن لي كولور فيهم راه شوف مين سقسى عليه في الاورانج في الغوص في يعني واحد اللوينات من كلاس كيف ما قلت لكم هذا تاع هو راه فيه لوينات زغزالين في المو في الصفر في الغوز يعني لوينات زوينة بزاف في الكري يعني هاد الجهه هاد الجهه بارده هاد الجهه نايضه لا لا غزالين تبارك الله هي لوينات زوينه لوحه فنيه ماشي المهم اللي بغى كانوا عندي ناس اخرين ولكن تباعوا ليا عرفتي واحد اللوين عرفتي حمقني غادي يجي يجي ليا معها واحد جلابه زرقاء بغيت نديرو مع هاد هاد الجلابه ولكن هذا ما عجبنيش عرفتوا علاش ما عجبنيش لان هاد الجلابه غادي تخدم بالغوز بيبي وغادي تخدم بالبلومارين واللون ديالها البلومارين والغوز بيبي غادي يجي مع هذا لا هذاك الاخر اللي شفت عرفتوا واحد التويب زوين بزاف ولكن واحد اللون انا قلت لكم تويب واحد اللون زوين بزاف ولكن تباع قلت لي عاوتاني ثلاثه تكوني غتجيبي ان شاء الله ضروري غنجيبي ان شاء الله هذا حتى هو فيه الزرق ولكن ما جاني انا الاخر حسن ها نتوما شوفوا معايا الاخر عجبني عجبني اكثر لان فيه دوك اللوينات باش غادي تخدم هاد الجلابه مي هو راه حتى هذا جا زوين ولكن هذا ما فيهش داك الغوز ها نتوما لي بغاتي ها نتوما ولكن جا انيق صراحه ولو انا ما فيهش الغوز كيما بغيتي انت ولكن داك الغوز بارد داك الغوز بيبي ماشي داك الغوز اللي تيكون صافي كيف ما شفتوا وراتكم هاد الشكيلات اللي عندي انت ديال الاولاد الجديد هادو هما اللي عندي دابا حيت كانوا عندي سلعه اخرى لكن بغيتي تباعو تباعو الله يسر ليك امين يا المهم اللي بغى شي حاجه راه غادي يتصل بيك نمبر التليفون ديالي اللي بغى شي حاجه راه مرحبا وكنبيع يعني في كازا خارج كازا نصيفط لكم باغ امانه يعني بزاف الحوايج كاين من هذا الوقت الحمد لله ولاو بزاف ديال الوسائل يعني مثلا كتوصلي الناس حتى ساكنين في كازا نقدروا كاع نقسموا الطريق نقدر تكون قريبه ليا نمشي عندها شارع نمشي حتى عندها زعما يعني ما كاينش مشكل ما كاينش شي عائق ولكن خارج كازا باغ امانه ضروري انا غنصيفط الفلوس ونصيفط لهم الامانه ديالهم يتوصلوا بها داكشي اللي كاين ضروري المهم هاد السلعه هي اللي كاينه اليوم
وكانت عندي حتى واحد السلعه ديال الحوايج فرات ديال الحمام. يلا خديت منهم حتى هما جابتهم. هيا غنوريهم لكم حتى هما. واخا ما بغيتش نوريهم حيت شي حاجه ديال البسيطه اللي كتفتي كاني ولكن غير شاركي معاهم كلشي، ما كاينش شي حاجه، ما كاينش مشكل. ها هما دخلوا زعما راه كنشارك معكم الحاجه البسيطه وكنشارك معكم الحاجه اللي بين وبين كنحاولوا نرضيو جميع الفئات هكا وهكا، ماشي كنبقاو عاوتاني كنوريكم شي حاجه طوب زوينه وهذا مضمون فيك اختي كريمه. كنحاولوا نشاركوا كلشي نبارطاجيو معكم ان شاء الله. كنعجبني هاد الفلورات ديال الحمام ديال العريسات، فيهم وريضات وفيهم تنبات غزال كلشي. ها هما هنا هو ضرب في بلومارين وفي وريدات في الغوز وفي دوك لي ستراس في اللوينات اللوينات في بلومارين في الغوز في ليموني. هانتوما الدريه الساكه ديال الحمام غزالين وكبار كبارين راه كبار. هانتوما نحل لكم هانتوما هاد الرسمه هادي كتبقى باينه كتبقى زوينه هادي كديريها هي اللي كتجي باينه. هانتوما راه الفولا راه علينا الزويف راه كبير ضد العريسات ديال كتكون المناسبه ديال اللي والدين كياخذوا الناس في هاد الضيف ديال الكروشيه انيقين واخا شي حاجه بسيطه الحمام المهم انيقين غتمشي الحمام غديريهم غتبان غتبان شي حاجه. هذا الثمن ديالو داير 260 معروفين هادو حتى الاسمنه ديالو معروفين. انا بغيت قلت ليها شاركي معاهم كلشي بصح هو كنعاود ثاني هادو هادو ملي كيتخدو غزالين هادو تا هما فيهم هادو هاد السينت هادي كتجي هنا في الراس كتجي زوينه في البدله ديال الراس كتجي زوينه ندير بنيوت هادي العيالات ديال كلشي. هما في البيض فيهم حتى هاد الهديبات هما كيعطيهم واحد الديكور زوين الديكور زوين انا الصراحه. وكاين هادو اللي معروفين اللي عندنا كاملين في ديورنا ديال السينتا هما في الغوز كاينش اللي ما عندوش ما كاينش ميمكنش تدخلي لشي دار ما كانش عندي الزيف ديال الزيف ديال حياتي الزيف حياتي. هاو كاين عشان السينتا في الموف هذا الثمن ديالو 10 دراهم اي معروف الثمن ديالو السوق في اي بلاصه مشيتي. او عشان هاد الخضر ملكي انا خذيتها وكي هي كتحاول تسهل عليكم بزاف المسافات يعني باش غتمشي تاخذي وغتخدي معاك الكورونا ما نمشي نكون خايف شحال من وحده كنقايه جالسه في دارها كتقول لي يعني عندي واحد الجلابه كنبغي ناخذ ليها فولا ولكن غالبا كنخاف كتخاف دونك انا مشي نتا لدارها ونسالت عليكم المؤمريه اللي بغات. ها هما هادو هما انا شنو وريدات في الخضر ملكي نسيت ساكنه في الخضر الدريسات عفوا وهاد الوريضه وهاد الحجيرات اللي تسال تراس او ثاني هاد السينتا كاينه في الكحل وعفوا عندنا هذا في الباك كانوا عندي بزاف زوينات اللي كنحبوا ديالي يتباعوا هاد سوا في البيت السينتا بزاف هاد سوا ديالي او ثاني كاين هذا في الغوز غزاله داك سوا زوين داك الغوج الاحمر داك الغوج الغوج كيبان بحال الغوز. انا يلا رديت لي الباب ها انتوما صافي كاين جبت ما بقيت باغا ندوز كان عندي بزاف ساعه كاين الغرب الله كلشي تباع واللي بغى شي حاجه وشافها وعجباتو ما بقات عندي راه غنجيبها ضروري ديما كنجيب لكم السلعه نجيب لكم السلعه وكما قلت لكم غنخلي النمره التليفون ديالي غتخلي لكم في الصندوق راه نتواصل معها اقرب لي راه انا نقسم معكم الطريق ولا نجي يعني نجي غير عندها ما كاينش مشكل. حنا كان الحمد لله كنرزق الله وعاد بغيت نوريكم هاد الفولار هذا حتى هو اللي دايره حتى هو خديتيه من حتى هو هذا حرير لا هذا حرير هذا غزال حتى هو زوين فيه اللوينات كيحمقوا صراحه فيه بزاف اللوينات هذا حرير يديرها صراحه زين كديري كتلبسي مع شي جليبه راه صراحه كيمشي اكثريه مع في النواق كتلبس كنبيع الناس ولا كلشي كيجبني دايره كيسولني كتبيعي هادو خلي شونتيه خلي شونتيه هذا تما ملي كديري راه كيعطي واحد الديكور زوين وكتكون المناسبات يعني غتمشي راه غتبان صح كتبان كتعطيها قيمه خصني عارف كيفاش يشدها الواحد خصني عارف داكشي وعندي حتى هذوك صديف هذوك اللي تيلصقوا هذوك اللي تيلصقوا هنايا هما تقادوا لي ضروري غنجيب ساعه فين السلعه ان شاء الله يعني كنجيبهم كتشديه هنايا خفيفه وكتلعبي بالزيت كيف ما بغيتي يعني كتلعبي به
هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين هاد المره. ان شاء الله فاش غادي تكون شي سلعه جديده راه ما غنبخلش عليكم، راه غنرجع عند اختي كريمه ان شاء الله. مرحبا ان شاء الله، اللي بغى شي حاجه راه مرحبا والف الف مرحبا. المهم اللي عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك وبسبسكرايب اللي داخل هذا الفيديو او اشتراك في القناه ضروري سبسكرايب. وانا متاكده غادي يعجبكم هذا الفيديو حيت الصراحه فيه بزاف الحوايج زوينين هذاك الشيء اللي كاين. ونتمنى كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ودعموني ودعموا الاخت شيماء حتى هي هكا بسميتو بالبارطاج، هكا بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب هكا. واللي خاصه شي حاجه راه نعاود نقولها لكم. مرحبا مرحبا والف مرحبا. مرحبا شكرا لكم بزاف وبسلام عليكم، وما تنساوناش بلايكاتكم. سلامه.